الفنانات شيرين سيف النصر رغم غيابها عن الأضواء لفترة طويلة، إلا أن اسمها بات يتردد مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية بعد تعرضها لحادثة سرقة. شيرين سيف النصر كانت قد قدمت بلاغا بسرقة عدد من المشغولات الذهبية من منزلها بمنطقة الجيزة تقدر بحوالي 4000 جنيه مصري، أي ما يوازي 24000 دولار، دون أن تتهم أحدا بالسرقة. وبعد البحث والتحقيقات تبين أن منزل الفنانة لم يتعرض للاقتحام، وأن من سرق مجوهراتها شخص قريب منها ولديه نسخة من مفتاح شقتها. يتضح بعد ذلك أن المتهمة هي صديقة الفنانة والمساعدة الخاصة بها، حيث إنها أكثر من يتردد على منزلها، وبالفعل تم إلقاء القبض عليها وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات. الجدير بذكر أن آخر ظهور لشيرين سيف النصر كان عام 2007 من خلال مسلسل أصعب قرار، الذي شارك في بطولته كل من رشوان توفيق وأحمد بدير وطارق لطفي وعيد رياض وعبيد صبري وإخراج عمرو عابدين وتأليف محمد الغيتي. شيرين قد حازت على شهرة واسعة في فترة الثمانينيات والتسعينيات، قدمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسلات غضب وغضبات واللص الذي أحبه ومن الذي لا يحب فاطمة والمال والبنون، وأفلام سوى قلهانم والنوم في العسل وأمير الظلام والبلدوزر وغيرها من الأعمال الأخرى. وكانت شيرين قد اعتزلت بعد زواجها الأول، لكن بعد الطلاق عادت للتمثيل مرة أخرى ولم تقدم سوى أعمال قليلة لتعاود الاختفاء حتى الآن.